الكتاب اللي انا هدرس منه الكتاب اللي هو دوت اسمه كونسبت اوف بروجرام مانجرز بتاع واحد اسمه كريستر ماشي. بس عليه الامتحان مش الكتاب هو عايز على قد الامتحان عايز يذاكر على قد الامتحان زي بروجرام كده بروجرام الكتاب الجار مش معنى تخش فيه حتى خلاص براحتك انا بقول لك عايز كده ومتعدي او كده عايز على قد الامتحان ماشي شكلها خلاص. طيب كتاب تاني انا محتاج بقى عشان السكار وعملت سكار شويه سكار ماشي سكار دي اللي هو البروجرامينج اسمها اختصار كلمه سكراب لانج كلمه سكار دي اختصار كلمه سكراب ماشي هنلصق مع بعض برضه الكورس ده كلها سكار هنلص لانج اكتر من واحده من ضمنهم السكار من ضمنهم ماشي واحده من ضمنهم فده مثلا مارك اهو للسكار ماشي اللي عايز يقرا السكار دي خد السكار احنا شويه اشمعنى السكار ماشي ودي كمان لايف ريسورس عايز يقرا الكورس اكتر او اللايف ريسورس كمان ببلاش لما تشتري قبل كده تقسيم المادة هي نفس تقسيم المادة الأوروبي نفس التقسيم المادة 15 كتاب 5 كويزز 10 دي ورك 20 براكتيكال او بروجكت حسب ماشي و 50% او 50% الكلام 50% على الكلام ماشي دي التقسيمات بتاعتنا ماشي مفيش فيها اي حاجه نفس التقسيمات بتاعتنا شكل الامتحانات هي مره في الاسبوع لاب واحد في الاسبوع اللغه اللي هي مش اللغه بقى اللغات المشتركه هم ثلاثه او اربعه جافا مش يعني بالنسبه لكم خلاص يعني خلاص والسكارا هتاخدها كاش فانكشن بروجرام وهناخد دي كانت بقى دي كبيره ما خدهاش اللي هي جافا سكريبت وهناخد بقى تابس سمعت عنها حتى ولو فعلا صح؟ ماشي تايب سكريبت هي اللغه حديثة ماشي شغاله حلو زي النار موجوده في كل حته ماشي بيكتب فيها كل الباك اند والفرونت اند وكل حاجه من هذا التالي بعد كده الجافا سكريبت خلاص الجافا سكريبت الحقيقه هي اللي شغاله زي النار تايب سكريبت بس كلمه الجافا سكريبت زي ما هتعرف اللغه دي تحس انها مالهاش قواعد هي عباره عن اللي انت عليه زي ما انت كل ما وبعدين الامتحان هنعرفه بعد شويه بس كمان هنعرفه اكتر ونشوفه بقى هنا لما نوصل للجزء بتاع الجافا سكريبت نشوف كل الطرق كلام الطرق كلام ونشوف الكود بتاع الجافا سكريبت ازاي ماشي ففي الحاله دي هنشوف ان في مشاكل في الجافا سكريبت بتعمل ايه موجوده جوه الجافا سكريبت ماشي بتطلع الكود بعد ما تعمله كومبايليشن بتطلعه من جافا سكريبت وهتشوفها هتشوفها برضه بعينك ازاي الجافا سكريبت الاوتبوت بتاعها طالع خلاص وبعدين فيها ميزه بقى اللي هي ان احنا سته ستشن الشيك بقى اذا كنت عايز تعمل تايب انت وفلوت مش عارف ايه خلاص كده ما تبقاش الكلام ده فيها كلاس من التايب سكريبت بس بتحول جافا سكريبت بعد كده كلاس انهيرنس انترفيس كل الكلام ده مش موجود في جافا سكريبت عشان كده هي دي مبنيه على خلاص وصلت بعد كده في الميد تيرم اكزام وامتحان او بروجكت حسب ما بتكون وبعدين ايه الفاينل ماشي ده الست اللي انا بقراها اي مدى اي مدى هي عمل يبقى الست ده مش حاجه خلاص ده بسرعه الاوت لاين بتاع الكورس هنبدا الكورس بسرعه ماشي مش هخش ده هتكون حاجه كده اول حاجه هنبدا وهي المحاضره دي او المحاضره دي اللي جاي مجرد بس انتروداكشن مش هتلاقوا فيها اي عمل مش هنشتغل حاجه بس هنشوف السلايدز اللي بتجيب المقدمات زي ما الشغل كده عرفنا الشغل هيسال في مساله عمل الكتاب عرفنا التطور بتاعها مين اللي عملها هل ده كان مطلوب؟ انت حدش بالقرار لكن المطلوب ده ماشي مش هتركب عربيه ومش عارف ايه العربيه اللي بتتعمل كام؟ العربيه اللي بتجيب كام؟ رقم عربيه كام؟ لازم حد بس يعرف عربيه ماشي فبعد كده هنتكلم عن الفانكشنال بروجرامينج وعلى سبيل المثال اللي انها سكارا
ماشي، هتشوف بقى ايه الستراكس اللي هي جوه السكار، ايه الستراكس اللي جوه السكار؟ هتشوف مثلا ممكن تكون في ريكيرشن، انتوا بس ريكيرشن صح؟ هنشوف الريكيرشن دي عامله ازاي؟ هنشوف الانونيمس فانكشنز موجوده فيها ازاي؟ هنشوف الستراكشر اللي موجوده فيها اللي هي الليست تريز. هنشوف تريز دي حاجه شبه الانترفيس، شبه شبه ماشي؟ هنشوفها ايه بقى؟ شوف السيتي ستار ماشي؟ ليه السكار حولوها للسكار؟ السكار هي فانكشنال لانج، فانكشنال لانج، وفي نفس الوقت تقدر تخدم على جافا وجافا تقدر تخدم عليها. يعني ايه؟ يعني البروجكت بتاعك واحد انت بتعمله ممكن تعمل فيه كلاس جافا وكلاس ستاند سكار والاثنين يكملوا بعض مش ماشي؟ يعني السكار تكلم في كلاس جافا تعمل فيه حاجه زي سلايد مثلا، وكلاس جافا تكون كلاس مثلا الباور ما يقدرش يكلموا بعض عادي. وسمعت ان هو ينفع كلام السي شارب، يعني السي شارب كده بتعمل سكار وسكار كده السي شارب كده بتعمل جافا الاثنين يكملوا بعض مش فيهم اي مشكله، كان جافا كلاس وكان سكار كلاس مش فيهم اي مشكله ماشي. الستايل دي التعليم مش هوش، عشان كده بنقول ايه لانج فيها اس، يعني هنشوف ستايل الفانكشن بروجرام مثال سكار ماشي. هناخد حاجه فيتشر كده مش بنهاش الشغل اسمها لقطه كاوتلس، حتى عشان نقطه اكسبريشنز اللي هي زي الار ده حلو. الناس اللي شافتها كويس عملت فيها هنعرف الماتماتيكال باك جراوند اللي بتقول منها، يعني هو ليه عمل كده ماشي. هنعرفه ده الجزء اللي هو الشطر، وبعدين هنخش الجزء الاكبر بقى، وده كان السبب عشان عايز جافا سكريبت تتعودوا عليه. وكتبت جافا سكريبت قبل كده صح؟ كتبته ولا ما كتبتوش؟ كتبت جافا سكريبت كتير ولا واخد مره وخلاص؟ ولا مره. ها؟ كم مره؟ يعني مش فاهم يعني. طب كويس، هو ده بقى هيجيب حاجه زي كده. انا كنت بتعمل جافا سكريبت هو الاهم، الجافا سكريبت نفسها ما بقاش ماشي. معظم الناس بتستخدم تايب سكريبت عشان كوكا ماشي، وبتسهل الدنيا وكده تشيك بلس مش عارف ايه حاجات مش موجوده في الجافا سكريبت، لكن بتبقى جافا سكريبت خلاص. فعشان كده ده اللي هيبقى جزء في كومنت بعد كده. وعلى فكره السكالا هي اللي شغاله زي الواي، بيشتغل حاجات الاي واي في حاجات بتتعمل مع السكالا، وان كانت مش كومبلت اوت زي الواي واي مطلق، لكن في ناس بتعملها بالسكالا ماشي عادي خلاص. فده هنبطل بسرعه. حد عنده حاجه مهمه؟ كل حاجه طبعا بتيجي وقتها بتبقى واضحه. لما نيجي نتكلم مثلا عن السكار، عارفه تعمل دور هارون السكار، تعالوا نشوف ايه البريد بتاع السكار عامل ازاي ماشي. طيب هنتكلم بقى عن الخمس توبكس دول ماشي. في الاسماء احنا شغالين كل توبك تحتها شويه مع سلايدز، يعني سلايدز كده بنتكلم حاجات دي منها كده حاجات اللي هي البرودكشن وفي حاجات ممكن تكون ماشي، بس هي المقدمه مطلوب عشان اقدر اقول لك ايه هتاخد اكتر من دول وليه في اصلا اكتر من دول. ليه مفيش لغه واحده هي اللي كل اللي شغال عليها؟ ليه مش كلنا شغالين سي بلس بلس؟ ليه؟ طب ليه سي بلس بلس اسمها ان شاء الله وجافا سكريبت ومش عارف ونسبه ومش عارف ليه؟ انا ما اعرفش خلاص. اول بس قبل ما نبدا نعرف ليه في اكثر من كاتيجوري من البروجرامينج لانجويج، تعالوا نعرف الحاجه القديمه او الكلام او الكلام الحاجه القديمه اللي هو الجريمه وظهر البروجرامينج لانجويج. هل البروجرامينج لانجويج فضلت زي ما هي؟ لا، اتبنت وبعدين اتطورت وبعدين في لغات زي ما احنا بعد شويه سلامين في لغات كاملين في لغات ماتت ماشي. تعالوا بس انا الاول البروجرامينج لانجويج كمبيوتر لانجويج بروجرامرز بيفكروا سوفت وير بروجرامز سكريبتس و اذر سيتس اوف انستراكشن فور ديستريكس. يعني بيقول لك البروجرامينج لانجويج هي عباره عن لغه زي اللي احنا بس مش معموله عشانك، هي معموله عشان تحضر الكمبيوتر تقول له مثلا عايز اكتب عباره ايه، عايز احسب السباين، عايز اعمل سكريبت تفتح فايل وتكتب عليه، تعمل كل اللي انت عايزه. فانت بتحدد الكوماندز اللي هتتعمل عشان تحدد الكمبيوتر يفهمها. لما تكلم حد بيتكلم طفل مثلا مش مفيش ايه، هل تريد ان تاكل؟ صحيح، لا ما تخافوش كده. حتى انت بتخاف تقول له ايه؟ كلمه واحده تكون مثلا صح؟ عشان انا ايه؟ بس دي هي كلمه ماشي. فانت بتكلم كل واحد معاك هو بيفهم ماشي. لما بتكبر بيكبر شويه اسئله اصعب، جمله كبيره كده صح؟ الكمبيوتر برضه هو بيعمل عينك تخاف تقول له ايه؟
فهي الكمبيوتر لانجوج ما عندهاش كده. يقول although many languages share similarities each has its own similarities. يقول لك رغم ان هم في شبه بعض كتير يعني في اختلافات يعني السي بلس بلس زي شبه بعض ولا لا؟ الوايب زي بعض صح؟ لكن البرنت بيند بعض ماشي؟ ففي سيميلارتيز وفي ديفرنسز ماشي؟ هي لغه كده اللغه حتى لو انت بتتكلم كتب في لغه الديبي سواء كانت بقى اي لغه ما فيهاش فعل ما فيهاش فعل ولا هتتكلم ازاي ماشي؟ ما فيهاش فاعل ومفعول وفعل لازم متعدد فعل لازم متعدد الفاعل ومفعول متعدد الفعل موجود في الترانسيتيف والله ترانسيتيف الفيرب اللي هو ليهم مفعولين زي كيف مثلا موجود خلاص لكن في ستيف اللغه العربيه مثلا فيها مدة فعلية مدة بالفعل عمرك ما تنساش مدة بالفعل صح؟ برغم ما شاء الله حاجات مختلفة عن بعض تمام؟ If you want a special program to convert the program instructions into machine اسمه البروجرام لا لا هي ما تحولش لا كومبايلر الكومبايلر هو ياخد الكود يفلو ويطلع منه ماشين كود الماشين كود ماشي كتير في وانس لما تبني عليه لو حد عنده عدد حد عنده شكل دي الكمبيوتر ما ينفعش يبقى 0 1 0 1 هو ده اللي بالنسبه لي 0 0 0 1 هتطلع عليها دي 1 0 0 عليها دي مش عارف هو ده اللي بالنسبه لي ما ينفعش يبقى كده ايه اللي بتشوفها دي ما بتشوفهاش كده هو بتشوفها 0 1 شويه 0 1 مع بعض صح ماشي طيب ماشي لانجوج ده اوبن لانجوج اهو اخدنا على الاستاذ اللغه الوحيده اللي كنا بنعملها خلاص البروجرام ده اسمه ايه زي ما لسه قايلين تجربه البروجرام ده ياخد يفلو ويطلع منه ماشي يتحول ماشي مش معقول انت ما تعرفش تقرا لكن ماشي تعرف تقرا فاكرين البروجكت رياكت اول محاضره انا متاكد ان انا قلت الكلام ده لما عملنا هلو بروجرام البروجرام وبعد كده حولناه لباي كود وخليته يشوف الباي كود فاكرين ولا مش فاكرين؟ الكلام مش من كتير يعني مش من 30 سنه من سنتين فاكرين لما وريتكم الباي كود وكنتوا كنتوا شايفين وما فهمتش حاجه الكلام ده انا متاكد ان ازاي تعرف انك تكون طالب لازم اقول لك شفتوا الباي كود ولا مش شفتوا مش مشفتوش وانا مش فاكر دي حاجه ثانيه لكن انا متاكد ان الباي كود ده مش معمول انت ما تقراهوش لكن غيرك الماشين ماشي لو جيت جالك الجواب الياباني مثلا تعرف تقرا مش هتعرف غير هي مش معمول هو معمول واحد خلاص بس كده طيب سكريبت لانجوج بتستخدم ايه؟ حاجه اسمها انتربريت زي جافا سكريبت دي ما بتستخدمش كومبايلر بتستخدم حاجه اسمها انتربريت ماشي ايه؟ زي جافا سكريبت جافا اللي هو اللي هو كومبايلر جي دي جافا ديفلوبمنت كيت دي كومبايلر جزء منها دي كمان الديباج كمان يقدر يسمعها الديباج لكن هي كومبايل لانجوج مش سكريبت لانجوج مش بتعملها انت اللي بتعملها انت بريت حاجه زي الجافا سكريبت مثلا واكتب الفيتش ممكن انا مش عارف ماشي تمام طب بص بقى انا كنت لسه هقول لكم عليهم شويه ليه اللغات طوروا كل ما اتكلمتش في لغات بص على الجراف اللي انت شايفه ده الجراف ده بيقول لك ايه this time I use 50 of the more than 2500 document of program language يعني اللي احنا عارفينه اكتر من كده شايفين كام؟ 2500 بروجرام لانجوج تعرف ايه منهم كام؟ 3 5 10 من 2500 ماشي فاللغات ايه؟ كتير جدا كتير جدا ماشي في لغات بتتطور كان نص اللغه دي مثلا بدات من هنا وقعت ما قدرتش في نص التسعينات تقريبا قبل 95 ما كملتش لغه زي الالجو مثلا اللغه دي بدات وما قدرتش ما قدرتش تطور العصر كل لغه لازم تتطور ماشي والا هتموت اللغات ما قدرتش تكمل ما هي في لغه مكمله بص ايه؟ واللغه في لغه بتتطور زي السي بلس بلس زي الشارب السي كمان السي مش السي بلس بلس كمان السي بقى في السبعينات كملت لحد ما انا بقول لك حاجه زي كده فهي لغه اللي بتتطور من نفسها وتكمل وفي لغات بتموت ما بتقدرش تكمل ما بتقدرش تكمل ما بتقدرش تواكب العصر ما بتقدرش تدخل ليها فيتشرز جديده وبالتالي زي ما انت شايف كده لغات لغات كده ماشي واضح في لغات حتى لغات بتاعتنا
اللغه بتاعتنا بتتطور، اللغه العربيه ممكن مش كل اللغات بتتطور، يعني مثلا 20 سنه ما كانش في حاجه اسمها سيلفون مثلا او موبايل، ما كانش في كلمه فون، ما كانش موجود، ما كانش في قاموس مثلا، فما كانش في انترنت مثلا. كل اللغات الكلمات دي دخيله عليها صح؟ وفي كلمات كنا بنستخدمها وبطلنا نستخدمها صح؟ وكانت موجوده في اللغات. مثال اكيد بتشوف مثلا الافلام القديمه مثلا بتاعت اي مقبره مثلا نجيب الريحان اي حاجه مثلا لما بيجي يشكر حد بيقول ايه بقى؟ اشكرا كان بيجي بقى يقول صح ولا لا؟ كنت بتسمعوها ايوه الكلام ده ليه؟ كمان بلاش بلاش على واحد موظف عند حد حد يقول لها ايه؟ ما تقوليش ما تعرفوش براحتك ده مستخدم عندك مستخدم عندك موظف عندك مستخدم عندك في الشركه ايه يا جماعه ما تفهموش على الافلام دي؟ ما شفتوش افلام زي الافراد مثلا مع الراجل وحاولوا كده تكون مثلا فيلم اللي هو مثلا واحد مثلا يجيب الحاله ولا اي حاجه حتى لو فاللغه نفسها كمان بتتطور اللغه بتاعتنا احنا بنتطور كلمات الناس اللي بتتطور مش عربي خلاص نفس الكلام بالنسبه للعربي ده في لغات تواكب العصر وتتطور وفي لغات بتفضل محلها كسبه ماشي طيب ليه ده؟ ليه ده؟ واي ده تبيني كوناني ده؟ ايه ده؟ قدمه كوناني ده كتير قوي، طب ما كانت واحده ولا اثنين ليه؟ ليه دي قدمه كوناني؟ ليه؟ ليه؟ تعالوا بقى نعرف ليه؟ ليه قدمه كوناني ده؟ ولا حتى ليه؟ ليه 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 ليه؟ معرفش ايه؟ different problems and opportunities require different tools to deal with them. يقول لك كل كوناني كل مشكله ليها حاجه حلوه جدا، يعني فين كوناني ده حلوه جدا؟ كانوا حاجات ويب مثلا، حاجات موبايل ابلكيشن في حاجات مش هي مش بتاعتنا مش الالات. هديكم مثال بسيط قوي، فاكرين المثال اللي انا كنت بقول لكم عليه في الجافا؟ يقول لك لو انت مثلا عندك مشكله في اي حاجه في البيت مثلا موبايل او اي حاجه، اتصلت بواحد في النشط عشان يصلحه يجيب يعلم الكاتالوج اللي معاك لا هو معاك حاجه ثانيه العده العده عنده العده تلاقي العده بتاعته مثلا لو هو بيصلحها بتضايقها مثلا تلاقي معاك مثال فاكر مثلا ايه صح بتلاقي معاه مصدرين هو بيشيلوا الاسماك ده مثلا وكورين بيشيلوا الضغط ليه؟ بس مش مناسب لما يكون عندك بقى مشكله في البحاره بتيجي تلاقي معاه مصدرين وكورين ومش عارف المهز اللي هو بيدخل بالرمل ده ليه مش هيعمل فكات؟ هيعمل فكات يعني الاسماك الفكات فكل حاجه فيها تكون مناسبه ليه بس كده فعندك برضه اللغات دي حلوه في الحاجات اللي هي الويب حاجات الموبايل ابلكيشن حلوه دي بس مش كل حاجه تنفع كل بس مش هتلاقي لغات كتير عندك المشكله اللي بتستخدم دي مش هنستخدم الفاكهه عشان تعجب اسمها كده صح؟ صح؟ بس في تشالنج از سيلف فيتشرز ذات ميك ات ا جود فيت فور ا سبيسيفيك فور سبيسيفيك بروبلم سيت بس في بعض كل لانجوج بيبقى فيها فيتشرز معينه بتخليها حلوه جدا في الحته دي عشان كده سي بلس بلس اللي معناها بعد شويه ما بديتش رغم انها لغه اسمها بس عشان في جزء من انواع المشاكل اللي هنعرفها بعد شويه السي بلس بلس هي الملكه هي الملكه المروجه دي محدش يقدر يلبسها هنعرفها بعد شويه خلاص فور انسنس فور ويك ماي يوز جافا جافا سكريبت او سي بلس بلس ايه ده؟ يعني السي بلس بلس مش حلوه في الويب اه حد عمره شاف ويب ابلكيشن معموله بالسي بلس بلس مش بتاعتها بالرغم ان السي بلس بلس اقوى من الجافا واحسن من الجافا واسرع من الجافا بس دي مش بتاعتها مش شاطره دي مش شاطره دي انا راجل شغال بصلح الدبابات ما اعرفش اعمل لك محطه مش شغلي في واحد تاني اسمه واحد محطه اللي يعملها طيب الميمنت بروجرام لانجز هل البروجرام لانجز في مستويات؟ طبعا طبعا تعالوا بقى نشوف ايه مستويات البروجرام لانجز اول حاجه اكتر حاجه اللي هي الماشين لانجز زي ما انت شايف كده ايه؟ سيريز وانز أول ما حصل بروجرامينج خالص كانت الناس بتبقى يعني زمان كانت الناس بتكتب سي بلس بلس أنا ما عاش عليها كانت من كده حد منكم سمع عن حاجة اسمها بانش كاردز؟ بانش كاردز أنا ما شفتهاش بس أعرف بانش كاردز كروت المستقبل كان زمان في بروجرام مثلا كان في معرض عارف كان بيعملوا ازاي؟ بيكتبوا سي بلس كانت كده ماشي كانت بيخرموا لما يكون زي ما يتخرجش لما يكون مالي ما يتخرج وهكذا تيجي ماشي بقى تقرا ازاي؟ السكان الثالث ده
مش المنهج اختراع سيو ده معناه كذا وان معناه كذا تقدر تضرب عشان تعمل البروجرام ده قلب البروجرام طبعا الكود ده صعب جدا عشان انت مثلا هلو الكود على هلو بس تبقى تركز وانس طبعا لازم يحسن الدنيا محدش هيقدر يكتب كود كده صعب جدا واللي كانوا بيعملوه كانوا بيعملوه ماشي بعد شويه اتطورت وصلت لحاجه اسمها اللون اعلى شويه اللي هي الاسامي سيبني نتج دي معلومات قديمه وما ماتتش برضه في الامر اللي بعد شويه ماشي سيبني نتج زي ما انت شايف كده يكون بتاع موف انت مش عارف مهذب شويه على الكور لكن برضه صعب انتوا ليه ما درستوش سيبني انا درستها انا يعني بتشال هي هي اصلا يعني مش لغه تانيه قوي لكن هي لسه لغات معينه زي ما حضرتك اللغه دي عشان تخدم مثلا بس بيجمع القانون بس ماشي يعني كل حاجه كل الاستراكشر معناها معناها حاجه زي كده ماشي فكان صعب لكنها مهمه في حته عشان كده لسه لحد النهارده ما حدش عمل اسئله بالظبط لا ما حصلتش موجود ليها استخداماتها معينه وهي قويه خلاص الاعلى اللي احنا بنشوفها كتير وهي ده هاي ليفل لانجوج كل اللغات اللي احنا بنشوفها النهارده معاها زي السي بلس السي شارب الشطب الباسكال مش عارف ايه كل دول ده هو الهاي ليفل ماشي حتى اللي هي هاي ليفل يعني مستواها عالي شويه ده برضه شغل مستقبل من دول فويد انت ديكلير فار مش عارف وايل تو حاجات من الكلمات دي صح ماشي طبعا مش من غير ما يسبت ولا حاجه بس اوضح من كده دي ماشي فده معناه ان اللغات اداه متطوره وان اللغات بعد شويه في حاجات انت مش محتاج تشيل في حاجات انت بتزودها او لازم اللغه تواكب العصر والا ماشي وده كده وده حد هنا حد عنده اي سؤال قبل ما نخش جنريشنز حد عنده سؤال طيب هل اللغات فيها جنريشنز؟ اه زي الموبايل في 3G 4G 5G صح وجودي بعض اللغات هي كمان 1G 2G 3G 1G ماشي الفيرست جنريشن لانجوج ممكن تتقسم اللي هي لسه كنا شايفينها للاسف ماشي كود ماشي كود اللي هي كلها اسمها وانس دي كمان ممكن تستوعب اول جنريشن اول حاجه كلها عايز تعلم كل حاجه تتعلم تستخدم وانس ما تعرفش وانس مش هتستخدم ما تتعلمش طبعا طبعا كان صعب ماشي وعشان تحل المساله بقول لك بسيطه تجمع رقمين شوف الكود بتاعك وقسمه ما عملتهاش ماشي كود قسمه هتكتبوا ازاي بقى مش هتكتبوا حتى اني بعد شويه سنه السكند جنريشن الاسيمبلي لانج اللي احنا شفناها من شويه فيها ايه؟ بعض الكوماندز البسيطه اد سبتراكت حاجات بسيطه قوي ماشي كوماندز بسيطه جدا بس مش كوماندز معقده مش بقى ايه؟ لا في سيستم اوت بريد انت بتستخدم بيها كان كنت حاجه برضه عشان تفتح حاجه على السكند تكتب حاجه مش مشكله مش سهله ماشي؟ دي بالنسبه للسيتي كانت تعتبر اعجاز بدل ما تدي بسيتي بوانس لا هتدي شويه بوانس بدل ما تتعقد شويه ماشي اما اخر حاجه مش اخر حاجه بس تقدر تشوف هذا المنتج وهي اللي منها تايب المنتج اللي منها بقى ايه؟ كل اللي احنا بنتعلم سي بلس بلس جافا سي شارب كل دول ثيرد جنريشن كلهم ماشي طب هل انت اعلى من كده؟ اه في كل جنريشن لانجوج على فكره الجنريشن ده قديم بدل الخمسينات والستينات وكان سي مثلا معموله في السبعينات ومكمله السي مش سي بلس السي ومكمله وهي ثيرد جنريشن فالثيرد جنريشن لسه مكمل ما انتهاش والسكند جنريشن انتهى لا السي لسه موجود بس انا بقول لك ان في جيل موجود وجيل ده احدث القديم ما ماتش ما دام ليه استخدامه ما ماتش خلاص بس ايه استخدام اقل ماشي طيب الفورث جنريشن لانجوج ماشي حد يعرف حساب عليه انتوا خدتوه ولا لا؟ ممكن ولا ما اعرفش انا ما اعرفش ما اعرفش الفايت ولا الفورث جنريشن ولا اعرف ليه؟ برضه ما عندهم مشكله مش في حاجه تانيه حاجه تانيه اشهر من كده لا السيكول السيكول فورث جنريشن خدوا سيكول وعلى فكره هي كانت سيكول عشان ما حدش يستوعب قليل قوي اس كيو ال الاختصار سي ماشي ماي سي سيكول سيرفر ماشي اس كيو ال عشان انت تابع عشان تبين انت ايه ابتكار يعني ماشي ما تقولش بقى اس كيو ال لسه جديد لسه في الكور
سيكول ماشي. طيب سيكول كنت لو ليه يكون في جنريشن؟ حد يعرف؟ عايز واحد ذكي شويه ده صح بس مش ده يعني قريتها من لكم ده صح جزء بس الحقيقه في حاجه ده مش عشان كده يعني قلت كده بص الحقيقه او على الاقل تبني الحقيقه اهم لا simpler implementation و high performance نفس الكلام برضه مش كلام عادي قريبه من اللغه الانجليزي مثلا لسه قايلها يعني كده خلاص ده صح ده جزء من الحقيقه ده تلت الحقيقه في تلتين لسه ما اتقالش تلتين الحقيقه لسه ما اتقالش ايه هي؟ لا مش عشان العكس بقى دي بقى مش جديده لا مش جديده ما اعرفش عملت زي كده بصراحه مش عشان مش مطلوب حاجه سوا كده بس حاجة تانية هقول لك ايه عشان تبتدي جنريشن انالايسيس انت بتحدد انت عايز ايه وهيتعمل ازاي هتثبت مين ازاي هديكم مثال بسيط قوي لو انت عايز تكسب فاكتوريا تعمل لا مش عشان كده انت بتعمل ايه انت كبروجرامر انسيرت وير بلوك كود في واي نود او ريكيرشن او اي حاجه تعمل كده صح يعني انت حددت عايز تعمل ايه واي فاكتوريا وهيتعمل ازاي بلوك صح وهيتعمل ريكيرشن يعني حددت كمان هتعمله ازاي صح صح ولا غلط؟ طيب بص بقى السيكول هو ده اللي خلاها في الكورد جنريشن انك بتحدد انت عايز ايه ومالكش دعوه انا هعمل لك صح ازاي؟ فرضا ان انت عندك امبلوي ديبارتمنت عايز تجيب كل ديبارتمنت من الامبلويز تعمل ايه؟ سيلكت ماشي ازاي يعني ايه؟ جوين تمام الانتر جوين انت بتقولها دي بتقول له ايه؟ سيلكت اسس فروم مش عارف ايه الامبلوي انتر جوين ديبارتمنت طيب ازاي تحل المشكله دي؟ لو انت اللي هتحلها هتعمل ايه؟ هتعدي على الديبارتمنت واحد وتجيب كل الامبلويز اللي فيه، صح؟ ده حل. الحل الثاني تعدي على كل الامبلويز وتجيب الديبارتمنت اللي هو تبعه وتطبعه مع بعض، صح؟ الحلين صح، مش حد احسن من الثاني، ما تقولش انت بتقول انا عايز انتر جول، شغالين انا هعمل لك صح. عرفت بقى ليه؟ فانت بتقول انا عايز اعمل انتر جول، انت مش قصتك انا لف على الديبارتمنت واحد ولا الامبلويز واحد ولا لف عليهم الاول، انت قول عايز ايه؟ مش هيتعمل ازاي؟ تبقى فاهم شغال ازاي لكن انت ما تقوليش عامل ازاي؟ بيتعمل حاجه اسمها الاكسكيوشن بلان على اساسها حد حتى ما تمشيش الاكسكيوشن بلان على فكره ممكن تشوف ماشي لكن انت قلتي هينفع الديبارتمنت واحد واحد ويجيب الامبلويز ولا هينفع الامبلويز واحد واحد ويجيب الديبارتمنت انت قلتي انا عايز ايه؟ اقرب وجاب بس خلاص كده يا جماعه انت ليه هي بورد جنريشن بالاضافه اللي انا كنت بقولها ماشي بس اللي انا قلت ده الاهم اللي كان بقى الصوره ليه؟ يبقى إيه كورد جنريشن عشان انت بتحدد انت عايز ايه مش قصتك بس هيتعمل وهيتعمل كويس ماشي اخر جنريشن هو الفيفث جنريشن وده بقى فيه في ترانزيشن وكاست دي بيز ما بين فريق ان احنا لسه ما وصلناش للفيفث جنريشن الفيفث جنريشن ده معناه ايه؟ معناه انك انت تربط تجاه باي طريقه على ما تقولش ليه ترجل ليه ترجل ليها سته اكتر ما لهاش ليها ولا ملهاش؟ ليه؟ ما تقولش حاجه سيمبلز، انت بتجيبها ناتشر فاليو، تقول مثلا جيت مي اول ديبارتمنتس من اول امبلويز. واحد تاني يقول لي جو جيت مي امبلويز وانت كورسبوندنج ديبارتمنت، كل واحد مش عايز كده يا جماعه، مش عايز صوت. كل واحد يقولها بالطريقه اللي وانا هعمل كده. لو شفتوا حد يقول لعب لعب تشات جي بي تي اللي هو طلع عمره دلوقتي مقصر الدنيا. انت بتقول انت عايز ايه؟ ماشي؟ وتقول باي طريقه. ماشي؟ طبعا مش بنسبة 100% بنسبة كبيرة. ماشي؟ فهو بقى لو وصلت بقى في ناس بتقول كده، لو احنا وصلنا انها بره وان انا اقول له اعمل كذا من غير اي سنتكس عاملها زي ناتشر لانجوج يفهمها يبقى احنا بنكتب كونفرنس. وناس قالت لك لا احنا خلاص دخلنا في حاجات الاي اي زي البرولوج كانت في لغه درسناها زمان اسمها البرولوج كنا بنعمل فيها اكسس كده. ماشي؟ اللغه دي تفرش فده فدي تاني ان احنا بنفرش كل واحد بيقول المصري. ماشي؟ عشان كده هتلاقي هنا البرودكت مصنفه على انها انفورميشن. لو حد شاف البرودكت هتلاقي السنتكس بتاعها غريب جدا. اول ما بدانا نتكلم نكتب كود برودكت انا عايز اعمل برودكت مفيش دور عايز اعمل ايه كونديشن مفيش ايه كونديشن مفيش سويتش هي السلايد بتاعها مختلف تمام عن كل اللي احنا اتعودنا عليه قبل كده. ففي ناس قالت ان هو ده انفورميشن. ده راجل كده تلاقي ان احنا بنسمع ففي اراء عشان كده ما نقدرش نقول الصح دي مجموعة من النقطة ما زالت موجودة طب ما الفورس جنريشن السيكول موجودة من زمان الفورس ثانية واحدة السيكول أقدم من السي شارب
السيكوال اقدم من السي شارب. مش موضوع الحداثه بس، موضوع مش فكره الحداثه بس، السي شارب معروف سنه 2001، السيكوال اللي اتعمل في التسعينات ولا حاجه. بعد كده مش الفكره الستايل بتاعها ايه؟ هل انت بتحدد انت عايز ايه؟ بتعمله بس يبقى كده سيكوال، يبقى كده فوت جنريشن. لكن السي شارب انت بتعمل نفس اللي بتعمله في الشارب بروف برضه. هي الفكره كده مش هذا المحدث بس. طيب هنا بقى هيبان السي بلس بلس ليه ما بقتش؟ وليه السي ما بقتش؟ ولسه الكوبايه لحد النهارده عندنا بقى لما نتكلم عن الكوبايه. ماشي قبل ما نختار ده لانجوج فكر تهتم باللانجوج دي فيها ايه؟ ماشي ايه الدومين او ايه المشكله اللي انت عايز تحلها؟ بص كده يقول لك في حاجه اسمها سنتيفيك ابلكيشنز. يعني ايه بقى سنتيفيك ابلكيشنز؟ هتلاقي بقى حاجات دي كالكوليشنال نمبرز اللي هي حاجات تخيليه حلو، حاجات بقى ايه ناشونال نمبرز بقى وحاجات بقى ايه ضرب وطرح جامد بقى. يعني حاجات مثلا ايه عندك مثلا ايه صاروخ على الطياره بس انت عايز مثلا تضرب الهواء عليه مثلا عشان تقاوم مش عارف ايه. لا هنا بقى مش ايه مش هتجمع وتطلع وتنزل لان في ارقام كتير هتتعمل عليها حسابات. لا الحاله دي بتبقى زي الفورتشر قوانين في الحته دي، هي دي بتاعتنا الفورتشر اللي هو ايه وما زالت موجوده بس هي الحته دي هي مالكه الحته اللي انت عايزها دي هي الحته اللي ما كانش متسميها. وتحب تكون دي لغه الاقليه في حته ماشي. يبقى لو انت هتعمل حاجه سنتيفيك بقى وحاجات جنب الطرح وجنب اسمك وحاجات سيميليشن ومش عارف ايه، لا فورتر هنا بتاعتنا بتاعتنا صح؟ طيب حاجات بزنس ابلكيشنز. بزنس ابلكيشنز يعني حاجه بقى فيها ايه؟ زي ايه؟ بنك زي شركه اتصالات مش عارف ايه. دول بقى بص هتلاقي مش جاره حلو هنا دي بتاعتها دي لعبتها ماشي. وفي لغه ثانيه اسمها الكود وما زالت موجوده لحد النهارده ماشي. دي لعبتها موجوده البيزنس ابلكيشنز دول حلوين جدا واقويه جدا ماشي. طب الجاره تنفع هنا تنفع بس مش دي نفس التفاعل ماشي. والابلكيشن هنا بقى ويب ابلكيشنز لا السي بلس بلس ما تنفعش خالص خالص مش هتبقى وحشه ما تنفعش اصلا. لكن الجاره حلوه الجافا سكريبت حلو الاتش تي ام ال حلو دول بتاعتنا دي بتاعتنا معمولين عشان كده ماشي. عشان كده بقول لك الاتش تي ام ال والبيتش والجافا. وعلى فكره عشان ممكن تعمل ده ورقه بس مش بتبقى فانسي قوي زي حاجه بتتعمل بالرياكت ماشي. لكن بتاعك بص بقى هنا بقى السي بلس بلس والسي لسه لحد السي دي لحد النهارده سيستم بروجرامز. يعني لو بتعمل بقى مثلا روبوت ماشي هتتحكم فيه او ماشين هتتحكم فيها ما ينفعش ده في الحاله دي يا سي يا سي بلس بلس يا سي. هي دي بتاعت لعبتهم بقى. عشان كده ما زال اي حاجه تعمل كنترولنج على ماشين بتتعمل في اللغه السيمبل سي سي بلس بلس هم دول بقى. عشان كده ما حدش ينافسنا دي احنا بتوع الحته. لما تيجي مثلا تشتري برنتر ولا تشتري اي حاجه يقول لك انا عندي او داونلود ايه في حاجه يعني في حاجه يقول لك نزلها عشان تقدر تشتغل ايه درايفر الدرايفر الدرايفرز دي كلها لازم تعمل عشان دي هتتحكم في ماشين صح؟ ماشي؟ فهي دي السي بلس بلس ما بتمشيش. هو انت عمرك هتبطل تشتري برنتر؟ عمرك هتبطل تشتري ماوس؟ عمرك هتبطل تشتري مش عارف مونيتور؟ لا مش هتبطل. عشان كده هي الحل وهي في حتتها اللي هي ما كانتش منافسه ماشي؟ ماشي؟ في حين انها دلوقتي ما تنفعكش. انت هتعمل ويب ابلكيشن وتستني واحد يخش اليوزر دي ومسلك ومش عارف ايه. دي مش بلد مش واجب هي مش بلد مش معموله دي الكوليه ما ينفعش ان هو يتكلم لا انت بتستخدمها في حاجات ليها علاقه بالاسلام هو مش بتاعك ماشي كده. حاجات الارتفيشال انتليجنس بقى غير بايثون طبعا دلوقتي بايثون الجو وسكار بس مش زي بايثون. في بقى كمان البرود البرود كمان اتعملت عشان بي ار وهي اللغه الاصليه معموله الحته دي. ما تقوليش استخدم البرود اعمل فيها ويب ابلكيشن مش بتاعك دي مش بتاعتي. يعني الجروب ما ينفعش تعمل فيها ولا ابلكيشن ونفع مش هتكون بقوه المنافسين بتوعها. المنافسين بتوعها اقوى منها بكتير معمولين في حاجه اقوى منها بكتير خلاص سيب لها سوقها بقى سوقها حاجات ارتفيشال انتليجنس وكده انا بتاعتي دي اللي انا اعرفها ماشي. انا عشان اكون بس ابلكيشن دي حاجه بتعمل على طول يعني مش عارف سيستم بتاع الشرطه مش عارف سيستم بتاع العيال الحاجات دي كلها السيستم بتاع الشرطه اللغه الشعبي بتاع الشعب تقدر تفضل بتعمل الحاجات دي. لكن بقى لو عايز حاجه سبيسيفيك يبقى تبقى تشوف واحد اثنين حسب الدومين او البرودكت اللي انت بتحاول تعمله. عرفنا ليه بقى؟
بتعمل لانجز مش بتعمل عارف ليه؟ عشان كل واحده عشان المشكله اللي عندك ما تحلهاش عشان المشكله اللي عندك دي احسن حاجه فيها بس ممكن يكون في واحد اثنين ثلاثه اختارته ولا اختارته ولا اختارته هنعرف نعمل شويه مين اللي اختار؟ طب خلاص انا استقريت انا هستخدم يا سيدي اخلص يا سيدي يا سيدي تعمل سيستم حاجه بتاعت الهاردوير طب اختار مين فيهم؟ استنى تعرف مين فيهم احسن شويه خلاص؟ وضحت؟ يبقى كده عرفنا ايه البروجرام ده مش 60 وعرفنا ان كل واحده حتتها هي ملكه مدوله فيها محدش ينافسها فيها ماشي ممكن يكون في انت نفسه ماشي بس هي دي مش ثلاثه اقوياء فيها محدش تاني يقدر يتكلم عن كده ماشي؟ طيب ايه بقى اللي انا اللي بمشي في الاسئله؟ خلاص انت استقريت هتستخدم سي بلس بلس او سي شارب اسف او سي او اسمبلي طب اختار دول ولا دي؟ دي احسن ولا دي؟ ابدا بدول هنعرف بقى تحدد على اساس ايه من جوه الكاتيجوري واحد تختار ماشي؟ وضحت؟ طيب اول حاجه الريدابيلتي يعني اللغه دي مقرونه ولا لا؟ يعني بص لو شفنا المشين كود بيقول لك شويه هل شايف ده ده؟ مش فاهم ده ده؟ تعرف الفاينل المحيط ده بيريبريزنت ايه ولا بي ولا تي ولا ايه بتاع؟ ما تعرفش دي مش ابعد عنها اول حاجه شوف يقول لك ايه؟ هل الكود تقدر تقرا الكود ده؟ الكود ده تقدر تقرا تبص عليه تعرف اذا الكود ده كويس ولا في مشكله غلط ولا صح؟ ماشي؟ ما تقدرش كل ما تكون الكود اللغه هايبر ساعدك في ايه؟ اوضح طب الرايتر يعني ازاي تكتب الكود نفسه؟ لغه زي دي لو نسيت تستحق في العالم زي كده انت شايف ده ريليفنت؟ لا ماشي؟ لا او لازم رايتر انت تبقى تكتب بعد كده الكود تصلح فيه حاجات في مشكله تصلحها لا لا هو هنا ولا رايت ولا تقدر تكتبه ماشي يبقى انت على اساس اللغه دي ده السنت حلو بس السيت بلس هو ده كده هو اكتر ما تعود عليها اكتر احسن ماشي اعرف اكتب فيها غلط اعرف لما يكون عندي مشكله على اللغه دي غلط على السنت صح؟ انا هروح السيت بلس بلس وابعد عن السنت بالرغم ان انا اخترت خلاص حددت بالظبط اكتر من ثلاث كلمات بس دي احسن بس طب يعني ايه الفايبرتي؟ يعني ايه لغه الريلايبل؟ اللغه دي ريلايبل مطلق ريلايبل يعني اللغه دي مش بتكراش كتير ما فيهاش مشاكل زي الجافا سكريبت الجافا سكريبت معناها ايه بقى؟ اعمل اللي انت عايزه وتخبط زي ما انت عايز واهمل زي ما انت عايز وبعدين لما تيجي كومبايل وتنقل الجافا مثلا كانت لو بتحاول مثلا من فلوت اند كان بيسيبك كان بيقول لك لا اعمل الكاستنج الاول انا اسيبك اللي هو الابلس والدوت كاست انت بيسيبك لا يقول لك صباح الاول الجافا سكريبت ما بقاش عمق ولا ماشي خبط زي ما انت عايز ما طلعش لو انت كنت تعبان ما طلعش ما طلعش كمل ماشي فده معناه ان هنا ايه الكود اللي بتدرس فيه بيسهلك على فكره لما تكون اللغه تمسك الكود في بالك ده مش حاجه وحشه بالعكس حاجه كويسه في هنا ولا ممكن تعدي عليه لما تاخد باك باك ولا لو انت مع الكلاينت مثلا اللي انت بتعمله برزنتيشن للبروجكت ما يكرهش اكيد لما تعمله باك باك لصلاح الكبيره احسن ما صلاح اكيد ماشي طيب الكوست ايه ده؟ هو اللغه نفسها ليها كوست اللغه ليها كوست ازاي اللغه ليها كوست ماشي هنعرف بعد شويه هنعرف بس نرجع للكوست هو الكود اللي بيرجع بقى اول ما تستعمل سيلف سكرابينج تايب يعني الكونستراكشن اللي هو يعني تبص كده مثلا في السيلف اصلا او في الشغل اصلا انت ده كل مش ده انت فويد كلاس الاليمنتس كلها الاليمنت من ده من ده من ده ماشي بقى نشوف بقى مثلا في السايتي في الاسيت مثلا او مش يكون باك اي اكس بص كده مثلا انتوا خدتوا ستاك ايكوال كام صح؟ الجافا فيها ستاك فيو موجودين وادي ليست ولينكد ليست مش عارف ايه ماشي؟
دي كلها حاجات بتساعدك في شغلك ولا مش بتساعدك؟ بتساعدك، حبيت تعمل ايه تستخدمها؟ ماشي. طب تخيل ان الشغل ما فيهاش او السي مثلا ما فيهاش، بتعمل ايه؟ قدامك حاجه من الاثنين، يا تكتب الكود بايدك يا تشتري بقى تدفع فيها فلوس عشان تقدر تستخدم فيها الحاجات دي، صح؟ صح؟ يبقى لما تكون موجوده بتساعدك، يبقى الكونستراكشن كده اللغه دي تبعيه، اللغه نفسها ليها حاجات. ماشي؟ تمام؟ طيب سبورتس ولا الكونستراكشن خدناها في الاوبشن مانجمنت، يعني انا عايز كل واحد يقابل على نفسه بس كله يعني ده يعمله صح، يعني مثلا عندك كلاس وتحسب مثلا سايت ديزاين وتحسب مش عارف ايه، خد يا عم الرقم ده احسب الكتاب بتاعه، مش قصتك مش هتعمل ازاي الرقم هو، خد الكتاب بتاعه عايز يعمل ماليش دعوه، صح؟ كل اللي يعمل كذا عمل كذا عمل لك صح ولا قافل على نفسي، ماشي؟ فاحنا عايزين برضه كل حاجه مش كل حاجه طبعا يعني على طول لكن عايزين تقريبا كل حاجه هو الدول تكون ايه لا بس خد يا عم كده وقت صح، خد يا عم اس بي دي سنه ويصنع صح مش عارف انا هعمل ايه كده. وات هاب اكسبريسيفيتي ستريت على نمبر اوف اوبريتورز اند فينيفايد فانكشن، يعني قوه الاوبريتورز الاوبريتورز اللي بتدينا وماذا تفعل؟ وبالتالي زي اللي هو اللي هو الار وده ده اللي هو بتاع الضبط ده ما كانش في الشغل على الثمانيه ده حاجه جديده ماشي، يبقى اللغه دي بتتطور اهي معناها ان في حاجه ما كانتش موجوده زودتها معناها ان اللغه بقت اكسبريسيف اكتر بقت تقدر تعبر اكتر، يعني ازاي؟ هقول لك على مثال بسيط هيبقى ردك لما اللغه نفسها تخدمك وانت بتكتب اي حاجه انت مثلا بتكتبه اللي هو الاسي او موضوع التعبير ماشي، اللغه العربيه اقوى بالتاكيد العربي بالتاكيد العرب اصلا كان لعبتهم الشعر والنثر والحاجات دي ماشي، عشان كده اللغه العربيه في الحته دي قويه قويه جدا ماشي، هي اللغه معموله عشان الحته دي دي مدى قوتها مدى كلامها صح حضرتك هي دي قوتها ماشي، اللغه العربيه في الحته دي اقوى من الانجليزي بكتير، هديكم مثال بسيط قوي عارفين كلمه اسد ليها كام معنى اللغه العربيه؟ كام مراد؟ كام لما مش عارف اقول لك كام وليه مؤكد كده؟ عشان هو عايز في الشعر مثلا محتاج حاجه تنتهي بالدال حاجه تنتهي بالميم يبقى اللغه لازم تكون بتساعدك كده عايز تكون بتساعدك كده عارفين ليها كام معنى؟ انت متخيلوا مدى اللغه العربيه 107 300 معنى 300 معنى ومراد الكلمه مثلا اللي نعرفه مثلا ايه؟ مش عارف 10 15 سبع مضاف نايم نقول اشتال اشجع اصوات كل دول كام معنى؟ 10 15 فاللغه لما تكون زي كده تساعدك انك عايز الحته دي عشان تظبط القافيه محتاج انك تكون حاجه من دي مش هعرف الاف عشان كده اللغه هي كمان بتتطور وتديلك قدرات تساعدك انك تعمل شغل زي طبعا الطبعا طيب الكفه اللي احنا كنا عاملينها سكيب ايه ده؟ البروجرامنج لانجوج فيها كفه فيها كفه هقول لك ازاي اللغه دي عشان تتعلمها مش هتقدر تاخد كورس تدفع فيه فلوس هتشتري كتاب تدفع فيه فلوس طيب اللغه دي قرات الكتاب بقيت متمكن منها دخلت حته كمان الكتاب مش مهم ما تبقاش غني لكن لو لغه صعبه جبت الكتاب برضه لقيت الدنيا مضبطه معايا تبقى اصعب هتاخد بقى كورس تاني كمان وواحد يقعد معايا صح؟ اللغه نفسها لو جبت صعبه الكورس بتاعها هيبقى لانك عشان تدرك الناس وتفهمهم اللغه في الحاله دي تدفع فلوس اكتر مش هياخدوا بقى ايه سيشن ولا اثنين ولا ثلاثه لا زي ما انت مثلا في الشغل انتوا عشان عندكم خلفيه في السي بلس بلس لما جيت اتكلمت عن الكود والدوبي والاب ستيت ما خدتش وقت عشان ما كانش جديد عليك لكن لو كانت جديده كنت هاخد بالتاكيد معاك بالتاكيد لان ما شفتهاش قبل كده صح؟ وده مثلا طب ايه تاني؟ الكومبايلرز هو في كومبايلرز بتبقى ببلاش؟ الجافا ليها في كومبايلر ماشي؟ حتى ممكن تكتب اونلاين جافا كومبايلر السي شارب ما لهاش السي شارب بتاعت مايكروسوفت هي عاملها للتابعين فبيدوا لك الفلوس ادفع تاني ماشي؟ في لغات وفي لغات مش محتاجه اصلا كومبايلر زي ايه؟ خالص يعني زي الجافا سكريبت الجافا سكريبت بتشتغل في البراوزر مش محتاجه حاجه صح؟ تمام ايه تاني كمان؟ الديبورتمنت كوست ايه ده؟ ان كمان حتى الدكتور ليها كفر لو لغه اللغه دي خفيفه لايت ماشي في جدا ايه شغاله على ماشين تعبانه 1 جيجا اوف ميموري ولا تشتغل بشكل ممكن تبقى يعني فاهم وفي لغه بتلاقيها ايه؟
ميموري هام، عايز اعدل الميموري. يبقى وقت ما ينفعش معايا ده بقى جيت جيتس جيت باك حاجه مش يبقى قوي ده قصه مش قصه. بدل ما هنشتري الباك جيت ما بيعملش سيستم جيت سمنا اه كل ده ده قصه. طب المينتنس لو اللغه نفسها ما بتخدمكش اللغه نفسها فيها مشاكل هتعمل ديبوي خلاص عملت ديبوي ايه الحاجه المشكله ضربت مش اصلا الاكسجين هاندلنج مثلا مش ما بقاش كده ما كانش مثلا ما بقاش كده الحق صبر اصلح المخدومين الحق على البرنامج طلب. لكن اللغه نفسها كمان قويه وفيها اكسبشن وفيها ايرور هاندلنج تساعدك تحل ده من الاول وبالتالي انت السورس بيجي الحق ده خلال السنه اللي فاتت ما حدش استطاع يطلعه مش مشكله. لكن يبقى كل اسبوع تطلع لا مشكله ده فلوس وات هابن. طيب تعال نشوف لو حاجه خلاص انت كل 10 سلايدز ماشي اللاب مش كان فوز او الامس او اللي كان فوز او الامس ماشي في كام كاتيجوري او كام فرق من اللانجوجز. في اول حاجه الامبارح حد يعرف يعني ايه امبارح حتى بالعربي امر بالظبط كده. يعني ايه لغه امريه؟ يعني لغه يعني مر 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 زي x equals 3 الكمان x1 equals 5 الكمان صوت equals x plus 1 الكمان يخليهم الكمان الكمان والكمان اسمها الكمان او حاجه دي امريه يا امر ولا تاني ولا تالت ولا رابع خلاص؟ معظم الايديولوجيكال بروجرامينج كده والسكريبتنج بانكس دي بتعمل كده زي الامثله مثلا السي والجافا والبيرل والسي شارب ماشي؟ دول معظم الايديولوجيكال اللي احنا بنشتغلها في امال ايه بقى نوعيه الماركه؟ ماشي؟ ماركه يعني ممكن يبقى بين تاكس زي ما فيش ما فيش شغل ما فيش شغل ماشي؟ وكان في زمان كان جوه الاتش تي ام ال داخل جواه كان طبعا كل سيء جدا كان موارد في برضه كان مفهوم. وعلى فكره زمان الاي اس بي اللي هي فاكر السيرفر بيجز بتاع مايكروسوفت او جي اس بي اللي هي جافا سيرفر بيجز كانت كده زي مثلا اتش تي ام ال ماشي وجوه نفس اتش تي ام ال اتش تي ام ال كله اللي هو ايه؟ بي ار تيبل مش عارف حاجات حلوه بتبقى بتلاقي جوه اتش تي او هو اكس تي بتعمل كده وتبني هنا جوب او كود فاكتور سيرفر بيج ودايما لكن جوه مش اتش تي ام ال ده كود حقيقي بعدين مش بي ماشي بس لان الستايل ده ستايل سيء جدا في الديبال والتدريب والتدريب اهي اتش تي ام ال هو بي اتش بي اكيد الديبال اكيد كل ده هو الكود التاني اكيد الديبال ايه بدأوا شويه بشويه يعملوا لينكس كده بقى لكن ده موجود وانا شفته اشتغل في الكود زمان خلاص. ده على سبيل المثال ايه؟ الاتش تي ام ال والاتش تي ام ال ماركه عشان هو الكود والكود بيتحطوا في تاكس ماشي؟ اسمه ماركه لانجوج تمام؟ بالظبط ده زي ماركت عارف شو بتحصل ايه؟ ماركت صح الاكس ام ال اكس حاجه ماركب لانجوج ماركب لانجوج عشان كده هي ماركب لانجوج. طب فانكشن عشان كده خدنا الستايل ايه بقى ستايل تاني هتشوف السنتكس بتاعها مختلف عن الجافا بيقدموا على بعض اه لكن السنتكس مختلف فانكشن تاني بالنسبه لك انت متعود على انك في الجافا بتسوي باص ايه للفانكشن بس انا كده كتبها انت اري اوبجكت صح؟ انت ممكن تباس فانكشن في السكالر تباس فانكشن لفانكشن تقول له الفانكشن بتشتغل ايه وهتشوفها بعينك ماشي. فالفانكشن ممكن تيجي كمان ايه شكل مليان اللوجيك بروجرامينج من الانقلاب ودي بقى الكود بيس عشان كده لسه قلت لكم ايه هي القاعده بتاعتها مختلفه تماما عن كل الشغل مش تلوه ولا اكس كونديشن ولا سويتش ولا اي حاجه لا ده في هنا ايه قاعده مرتبكه ومرتبكه والرابعه هو بيمشي على القواعد اللي بيسموها رول بيز ماشي. طيب اخر حاجه اخر جزء في المحاضره اللي هي اللانج برضه من ضمن الكرايتيريا اللي انت بتحقق تفكر فيها ان هي ايه اللانج دي هل هي بيعمل لها كومبايليشن ولا بيعمل لها انتربريتيشن اعرفه بعد شويه. اولا بيعمل اسمها كومبايليشن. كومبايليشن يعني ايه؟ يعني ان البروجرام يتاخد يتولد يطلع منه ايه؟ ماشين كود. الماشين كود يشتغل على نوع واحد بس من الماشينز بس ويندوز بس
ماك بس او اس اف اسمه ايه ده سولوس بس لينكس بس ما يشتغلش على الكل تعالي بس مستوي بس سريع كنت بتعمل عشان حاجه معينه بس سريع بروجرام سارز طيب ماشي كود تطلع على الشيء الانتربريتيشن ماشي وده زي الجافا سكريبت ده بيعمل ايه بياخد سطر سطر مش الكومبايل كود ماشي السطر ده الاولاني كويس يلا شغال السطر اللي بعده كويس شغال السطر اللي بعده فيه مشكله اسطر ده غلط ارجع لصلاح وبعدين ارجع عليه هو ماشي ايه سطر سطر مش الكومبايل كود يعني بيطلع منه ماشي كود لا بس كله في النهايه واحد ينسى كله ماشي كود كله ماشي كود حتى الجافا طلع بايت بعد كده ريفرنس بس اخر حاجه اللي هي الهايبر ده نوع اللي هو زي الجافا وزي السي شارب ده مش بيطلع ماشي كود بيطلع حاجه اسمها انترميديت كود حاجه اسمها بايت كود الكود ده بيكون وصل كده ماشي يشتغل على اي حاجه خلاص تكتبه على جافا وبعدين تقول له شغال على ماك شغال على ويندوز يشتغل على سوليد يشتغل خلاص translates high level program source code into machine code compilation executes code بيحاول executable code هو بيحاول الـ high level code إلى executable code طيب slow translation but fast execution يعني الكومبايلر بياخد بقى وانت فاكر في السي بلس بلس بتلاقي كده بيبقى كومبايلر بيساوي بروكس بار بروكس بار ده عامل ايه دور كده صح يقول لك بياخد بقى بس الاول هو الفاينل بروجرام والمنتج النهائي طالع بيبقى سريع انه ماشين كود شغال بس على ويندوز بس ماك بس ما اشتغلش على كود الفاينل بروجرام سريع لكن ما اشتغلش على حاجه واحده تعيب لكن بالنسبه ان هو سريع خلاص زي مثلا كده سورس كود يخش على الكومبايلر يطلع على الكود خلاص طب الكومبايلر بروس طبعا ده يعني مختصر في يعني اللي هو ايه؟ تكون خمسه الكومبايليشن الكامله مش تحويل الكود طب الكود بيقعد حاجه كده ما بيعملش كود الاثنين الاخبار أول حاجة ليس كلمة كلمة ليس كلمة ليس كلمة معناه إيه؟ ياخد كم حرف من بعض دول ناس الكلمة كم حرف من بعض إزاي يعني؟ كده إنت أي ماشي يعني أي معناها من معناها تي دول متوقع حط ناس كلمة وبعدين أي مع تي مع تي مع تي دول كلمة على بعض ليس ماشي دول حلو ودول حلو استنى كده دول اللي أنا هعمله ادي لسه الحته اللي لسه الوردز اللي انا استنى دي بقى الخطوه اللي بعدها هل ينفع ان احنا نقول بعض سنتكس اناليسيس هل ينفع ان احنا نقول بعض يعني مثلا هل ينفع ان كان دي بعدها ايتم تنفع ولا ما تنفعش؟ تنفع بس ينفع كده كان ماشي بعدها مثلا فلوت بس هنا ما ينفعش تنفع ايه انا فعل وفعل في فعل بعد كده فعل جاب لي فعل بعد كده فعل برضه قلنا كده ما تكملش او لا غلط وتحب بقالي خط كده خلص خطوه ثانيه هم دول مع بعضهم ورا بعض ينفعوا ولا ما ينفعوش لو ما ينفعوش ولا خلاص ناخد خلاص نكمل نعم دي خطوات الرد قال لي رد انا طبعا كل الكومبايليشن عشان طبعا مش الكود الرد مش الكود على طول وانت بتكتب الكود ما بيعملش الكومبايليشن لكن لما تيجي تقول له كومبايل يعني في اسمه انتراكتيف كومبايلر مش كومبايلر كامل هو بيكومبايل السطر اللي انت فيه بس عشان يقول لك ايه اللي كان اللي كله في بعض انا مش عارف لكن مش كومبايلشن كامل مش ترانسليشن خلاص اهم حاجه بالنسبه للترجمه والسي بلس بلس والسي شارب سيمانتيك اناليسيس يعني ايه؟ استنى بقى كده عشان هنطلع الانترميديت كود الانترميديت كود ده هو ده اللي هنقف عنه عشان نكمل كده الكومبايلر ما خلصش الكومبايلر ترجمه والسي شارب خلص هطلع الانترميديت كود وهعرف اعمل ايه؟ شكرا مش انا اللي هعمل ايه؟ الانترميديت كود ده بقى خد شغاله على اي حاجه ما تسالش هيشتغل ماشي؟ طيب الخطوه اللي بعد كده الكومبايلر بتاع السي بلس بلس لما يطلع ماشين كود هيكملها هيجيب مش هيكملوه غير اوبتمايزيشن يعني ايه اوبتمايزيشن؟ يعني دي في سطور من الكود ممكن يشيلها ويستنى على السكريبت طب انا عندي سطر كام سطر زي ده؟ هاوبتمايز عشان اقلل الكود بص كده طب انا بقول ايه ده؟ x equals 5 and y equals 7 and z and sum equals x plus 1 ها السم ده لازم ممكن يتشال هيزود السيرس كود طالع ولا مش كود مالوش لازمه شيل
مش هيأثر في حاجه. الكود هو بقى الكود هيكمل فبيشيل حاجات عشان فلان كان اللي هو عايزينه في الماتس ولا خد اهو الاكس 5 ده خدش هيشتغل بس هيشتغل على مين؟ اوبريتنج سيستم واحد بس مش هيشتغل اكتر منه بعيد لكن مش مؤثر ماشي. حتى في المطعم لما احنا بنتكلم مع بعض عربي لو ايه مش فاهمين بعض هيبقى في الفلو بتاع الكلام سريع ولا بطيء؟ طب تخيل بقى ان انا بتكلم مثلا بتكلم لغه ما تفهمهاش مثلا بتكلم مثلا فرنساوي ماشي وفي واحد من الناس اللي هو بيقول لسه ترانسليشن قاعد في نفس المباني الفلو هيبقى نفس المعدل التقييم ده هيبقى اقوى عشان كده الشغل والحاجات اللي هي مش كومبايل مش طالع ماشين كود طالع بايل كود اقوى بالتاكيد من الكاونتر بارت بتاعها اللي هو اي تاني يعمل نفس الحاجه بس نفس الحكايه اصلا ماشي هو معمول كده عيب ايه ما يشتغلش معاك في الوقت بس دي بقى الدور عايز سرعه ولا مش عايز سرعه عايز انك تشتغل على كله يبقى على كلام الشغل عايز انك لا انا عايز زي ما انا متاكد ان انا هشتغل على كله استخدم السيستم ماشي. طيب الانترميديشن اللي هي موجوده في الجافا سكريبت عايز اقول لك ان انت مش محتاج لا ترانسليشن ولا كومبايليشن مش محتاج مش بياخد صف صف. طب عيوبها بقى اولا ان الايرورز بتاعتها مش بتبان في الرن تايم هو بيشغل يلحق يلحق المشكله خلي اول حاجه اولا اقوى كمان اقوى الكومبايليشن بيعمل كل مره واحده الكومبايل كل مره بتبقى مشكله لما انا بقى صف وبعدين صف وبعدين صف وبعدين صف اكيد ما بيجيش على صف السيستم ده اقوى خلاص. طيب كمان عيب خطير جدا هو مش اي حد شايفه عارفين في الجافا سكريبت انت ممكن تعمل كده ودي بقى جدا في الجافا سكريبت اما شبكه مش هتسيبها تعمل كده. بص مثلا لو انا قلت له الشرط جافا سكريبت قلت له كده ليت اكس ايكوال 3 حتى السكريبت مش موجود في الجافا سكريبت بعدين قلت له اكس ايكوال هلو وبعدين قلت له ليت واي equals x or 3 ماشي؟ ده بالنسبة له أنا هتكون فيها مشكلة. هل الموبايل عادي؟ حطيت فيه رقم وبعدين حطيت فيه ستيب مش هو فيري بالنسبة لي فيري يشيل أي حاجة ممكن تحط فيها أي كمان عادي ممكن تحط فيها لا ما تقولكش لا ماشي؟ بس دي تكتبه على ده أه هتلحق تعمل ما تقدرش تقول هل ولا لا ما ينفعش بس لكن هو هيعمل هو بالنسبة لي الموبايل مش فيها مشكلة خلاص؟ فده مفيش هنا اي سبيك تايم مفيش حاجه اسمها ايه دوت دبل مش عارف ايه دي اللي سموها تايم سكريبت بقى ففي عندك هنا سبيك تايم تشيكن عشان تتاكد ان التايمز بتاعت الحاجات ما تعملش مسماش غير التايم سكريبت وفهمت خلاص. طيب بيستخدم في ايه في الجافا سكريبت هو معمول ايه خلاص وما حدش الكومبايلر احسن مش احسن بس احسن من الاوبريشن هو معمول ايه دي محتاجه تعمل ماشي. طيب الهايبرد هي دي اللي هي بتاعت السي بلس بلس السي اي شارب والجافا ان هو بيعمل ايه؟ كومبرومايز بين كومبايلرز اند بيور انترميشن يعني توازن ما بين الاثنين. البروجرام كود از فيرست ترانزيت تو اني انترميشن كود سواء تسميه بايت كود والسي شارب تسميه انترميشن كود فالجافا تسميه بايت كود الاثنين واحد. فور ليتر اكسبشن اون فيرشن ماشين يعني لازم اعمل فيرشن ماشين المترجم بتاعه احنا لسه متعلمين اهو خلاص لو بيبطل الدنيا بس هو حلو كده بيشتغل على كل حاجه فاستر ذان بيور انترتيشن اسرع من بيور انترتيشن ولكنها بتتميز انها مور بورتبل ذان كومبايل كود هتشتغل على اكثر امثلتها في الشغل خلاص. بص بقى هنا انت بتبني السورس كود بتاعك تخش على الكومبايل تطلع بايت كود او كومبايل كود عادي تخش على الاكسكيوتر او الفيرشن ماشين هي بقى اللي بتتعمل وتحوله بايت ماشين كود بايت مفيش منه مفر لكن هنا من بايت كود اللي طلع ده ممكن انك معاك اي حد هو هيشتغل بس يكون عنده فيرشن ماشين ماشي ده ماشي ده ما حدش يقول انا بجد سايب ما حدش يقول في عشان ده مش جافا سكريبت لا ده عشان يبقى فيها ومش عارف ما بقاش وحش هي معموله كده هي معموله بالجافا سكريبت جافا سكريبت قويه من الحته دي وهي معموله عشان الويب عاملها كوبايلر مش محتاج ماشي.